السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلو كامل على النبي. اسمي لاميا، في عمري 35 سنة، متزوجة وأم لأربعة أطفال. قصتي تبدأ من نهار كنت مهووسة بالحمام، نروح ليه بزاف. بالصح صدقوني الشي اللي كان وقع لي فيه ما راكمش رايحين تتقبلوه وتتشوكوا وتستغربوا من الأحداث اللي راني رايحة نحكيها لكم. من قبل كنت عايشة مع عائلة محافظة بعض الشيء، يعني مشي ملتزمين بزاف. حاجة الحمام وهاد الأمور يخلونا نروحوا ليهم، حتى أنه يما بذات نفسها تديني كي كنت صغيرة. تعودت على هذا الطبع ولا كيشغل عادة فيا، ونحس بلي حاجة مليحة في المرأة، مع أنه يعني بين قوسين راهو حرام. بصح هكذاك وكاين صوالح نعمدو فيهم. تربيت كيما هاك حتى لحقت لسن معين اللي هو 19 سنة. بداو عليا الخطابة والحمد لله جا الراجل اللي كتب لي ربي معاه نكمل حياتي. وكما كان الحال، هو كان راجل متواضع وتهنيك بزاف، هايل ولد فاميليا، والحاجة المهمة هي العائلة نتاعو، كانوا متفاهمين معايا ويحبوني، وانا بيان سور نبادلهم نفس الشي. وعجوزتي كانت فوتوكوبي نتاع يما، تموت على الحمام ودايما تقول لي بسمانة لسمانة نروحو انا وياك وبناتي، وما كنتش نعارض الفكرة الحمد لله. وتان كانت عندهم واحد الجارة اللي هي في الوقت الحالي نسميها عدوتي. هاد الجارة كانت حتى هي تصاحبنا وتروح معنا، وبشوية بشوية وليت انا نتعلق بها لانه كانت في نفس السن نتاعي، وكنت نداصرها وحبيتها كي شغل اختي اللي ما جبتهاليش يما. بالصح كنت غلطة بزاف في حساباتي. عجوزتي مرة على مرة تقول لي ردي بالك منسى، هي صح جارتنا ونعرفوها باللي بنت فاميليا وقع، مي باش نقول لك تداصريها بزاف ردي بالك، انسى راهم واعرات وهاكي تعرفي بين ليلة ونهار تنقلب عليك. انا كلام عجوزتي ما عبرتوش، وقلت لها والله لا ارتحت لها وراني نحكي لها بزاف حوايج، وحتى هي تحكي لي مسكين. مهم عجوزتي قالت لي دبري راسك، هاد الحاجة تخصك انت، انا نصحتك ونخلي لك القرار والخيار ليك انتي. بدينا نفوتو في اليامات وانا حملت وجبت اول ولد الحمد لله، كنا كامل فرحنا به. ومن بينهم هذه جارتي اللي صراحه قعدت تخدم في الحقيقه نتاع ولدي غير تقولوها اختي، وتاني كامل لاحظوا هذه الحاجه، وحتى عجوزتي قالت لي واقيلا مسكينه كنا غالطين فيها. المهم ربي يدوم محبتكم والصداقه نتاعكم. قفلت الربعين وجارتي كانت قالت لي واش رايك لو كان نديك للحمام، صدقيني راكي رايحه عظامك كامل يتلايمو وتولي بزاف مليحه، والحوايج تاع التحميمه كامل عليا انا، جيبي غير حوايجك وصوالحك. المهم انا كي سقسيت عجوزتي قالت لي بلي ما نقدرش نروح يا بنتي، الله غالب راكي تشوفي فيا هاد اليامات كيفاش تعبت ومانيش نقدر نوقف، والحمام راهو يزيد يكثر عليا السخانه وانا عندي لا طونسيون راكي تعرفيني. كي سقسيت الوساتي كيف كيف ما حبوش يجوا معايا. قلت وش عليه نروح مع جارتي هذه، هي اصلا راهي حابه، وقالت لي نروحوا انا وياك ونتونسوا. سقسيت مولا بيتي قال لي وش عليه، خملت صوالحي وليدي خليته عند الوساتي ورحت انا وياها. كي دخلنا استغربت فيها دير في واحد الحوايج بيزار، قلت وش بيها هذه هبلت ولا وشنو، قلت لها غير الخير واش جبتي، قالت لي هادو كامل لازم عليك ديريهم قبل ما تتحمي، الكور نتاعك يولي شباب وتبيضك في كامل جسمك ويتنحاولك هادوك النقاط البنيه اللي جونا مور زياده. انا صدقتها بطبيعه الحال، راهي صديقتي وما تحبش تاذيني، انا متوسوست من حتى حاجه كانت جابتها معاها. درت كاع عيتينا وش ورات لي. دخلنا للحمام، من بعد تلاقينا مع واحد المراه كانت قالت لها بلي شكون هادي، قالت لها هادي حبيبتي اللي وصيتك عليها، كل ما تجي لهنا تهلاي فيها بالطبع والشان، ونزيد لك حاجه تخصها كاش ما عفسه نجي لك انتي. المهم بدينا نضحكوا وعرفتني بها، وهاد المراه كانت الكياسه نتاع الحمام. صدقوني انا ما استرحت لهاش، حتى في طريقه الكلام تاعها تبان بلي انسانه متكبره وشايفه روحها بزاف. من بعد جارتي قلت لها اسمعي والله العظيم غير ما عجبتنيش هذه صاحبتك، قالت لي اه بوها عليك على بالكي بلي هذه راهي بنت ناس وبنت اصل، وغير الخبزه المره اللي جابتها لهنا ماشي تقولي كياسه تحقريها بالعين. قلت لها لا لا حاشا ولله، كل واحد راه عنده صنعه ولا حاجه يسترزق بها. فوتنا هذيك العشيه وحنا قاعدين غير نقصروا عليها،
حتى قنعتني وانا رضيت بهذيك المراه، بس كانت اول مره نهضر معاها، ما عرف نشوفها بصح جامي ولا عيط لها تكيس لي ولا، بالعكس كنت دائما جابده عليها، وكي تجي تهضر معايا ما نمد لها حتى وجه. وفي هذيك لا جورني كي وليت لداري حسيت روحي بزاف عيانه ومكسره، جسمي ما وليتش نحس به، ما فهمتش واش كان وقع لي. راجلي كان سقساني قلت له والله ما على بالي، بالك الحمام يدير كيما هاك، وتانيك على بالك وحده كي تكون مزيده ماشي كيما وحده نورمال، مازال فيا ديجا هذاك التعب تاع الزياده. هو قال لي معليش ما كاش مشكل، غير بالعقل برك وتعاودي تريحي. من هذاك النهار وليت نحس روحي النورمال، نحس بالدوخه ونحس بالقي. كي رحت للطبيبه كانت قاتلي مبروك عليك راكي عندك حمل ثاني. صدقوني هذاك النهار حسيت لو كان الارض تنشق وتبلعني، لانه انا اصلا كنت مع التربيه، جسمي ما كانش يستوعب حمل ثاني، بصح هكذاك وصبرت. وكي خبرت راجلي قال لي ما عندنا ما نديرو، هذه ربي ورسلنا هذا الرزق، نهربوا منه ولا نقتلوه. المهم حتى انا كان صبرني بكامل كلامه ورضيت بالمكتوب اللي عطاه ربي، وقلت وش عليه نفوتها كي شغل عندي توام وخلاص. زيدت وكيما كان الحال التربيه بدات تصعب عليا، الخرجات ولاو ينقصوا، وجارتي مره على مره تجي تقول لي لا نروحوا للحمام ولا نخرجوا، كنت نقولها لا لا. والحاجه اللي كانت تبازي عليا فيها هي الحمام، تقول لي وعلاش الانسان يستراح وجسمك راهو رايح يخرج كامل السموم. خضرات كانت تقنعني ونروح معاها، وفي يوم من الايام اللي نعتبره بدايه العذاب نتاعي كنت رحت معاها، وكي لحقنا تما وجدنا صوالحنا تحممنا وكملنا. اي انا بديت نفركت تما في الكابة، صبت باللي السربيتة اللي جبتها معايا ما كاشها. هي شافت فيا وقالت لي وش راكي تحوسي، قلت لها ولا غير سربيتة جديدة يا سبحان الله، وين راهي ما على باليش. بدينا زعما نحوسو في صوالحها وصوالحي ما لقينا والو. من بعد شافت فيا وقالت لي نقول لك حاجه، هذه باينه كاش مرا طماعه ما تسواش، جات سرقتها لك وراحت ربي وكيلها. خرجنا وحنا قاعدين نحكو غير على هذاك الموضوع. ايا كي دخلت لداري بديت نستف في صوالحي والحاجه المشمخه نديرها في السلك، تما صبت باللي ملابسي الداخليه وصوالح بزاف ناقصيني من الكابا. عيطت لجارتي تمتم في التليفون، قلت لها سمعي حبيت نسقسيك ما شتيش حوايجي، قالت لي دوك نقلب في الكابا بالك تخلطنا، ولا قالت لي روحي انت وتشوفي بعينيك مازال ما فركتش كابتي. رحت ليها تمت ولا غير راني متحيره، السربيته راحوا حوايجي، هذه اسوبو ما تحشمش على عرضها، دات لي كل شيء. تما قعدنا نهضروا حتى للعشرة تاع الليل ونقصروا. قالت لي كاين ناس كيما هكذا وش بيكي، الحمام فيه هاد العفايس، ممكن انت من قبل ما كنتيش تتعرضي، بصح دركا ومع الجيل الطاير هذا يسرقوا كل شيء، على بيها انا تشوفيني نحط التليفون ودراهمي عند مولات الحمام، اما بالنسبه للحوايج راهم يروحوا ويولوا. مهم زعما قنعتني بكامل الكلام نتاعها. انا وليت لداري وسقمت وعدلت كامل صويلحاتي، بصح المشكل من هذاك النهار وليت نحس في روحي النورمال، حياتي تغيرت وجسمي قعد غير يضعف، وناس داري روماركاو فيا هادشي. عجوزتي كانت تقول لي دائما واش رايك نديك ترقي ولا حتى تقطعي، بالك كاش ما تابعه ولا عين وراهي فيك. انا كنت كل يوم نروح معاها بصح ما كاين حتى نتيجه. فاتت مده طويله وانا مازلني كيما هكذاك، تحسن مكاش كامل، راجلي بدا يكره مني ويمل، وليت نحسو يبعد عليا شويه شويه، وتانيك المشاكل اللي ولاو يصراو على اتفه حاجه ينوض وتشعل النار ما بيناتنا. صدقوني انا وليت نكرهو ما نحملوش، وحتى هو نفس الشيء، يعني نتلاقاو غير على حاجه المصلحه ما بيناتنا، وراكم كامل تفهموني. وعلاش زدت جبت موراها ثالث ولد وحتى الرابع، زواجي وليت نحس ما فيه حتى طعم، يعني عايشين على اساس اسره باينه قدام الناس بصح الداخليات ما يعلم بهم غير ربي سبحانه. مرات نروح نحكي لعجوزتي ونقول لها شوفي واش راهو صاري، مانيش قادره نتحمل وبالك راني نخمم في الطلاق، هي تقول لي على البليس ما ديريش كيما هكذا، وديري في بالك مليح مليح بلي عندك ربعه وين تروحي بيهم، الشي راهو رايح يزيد ويغلى. الوساتي كيف كيف نفس الهضره تاع يماهم، وكانوا قالوا لي تبعي عند راقي يكون كونفيونس ويرقي غير بكلام الله، وراكي رايحه تهناي بس كامل رانا شاكين بلي كاش واحد راهو داير لك كاش سحر والعياذ بالله. انا هذوك النهارات يعني كان الحمام ما ينقطعش مني، وجارتي ما كنتش كامل نشك فيها. واحد الخضره رحت معاها
من بعد مورها وليت تعودت ونروح وحدي. ولادي كانوا كبروا وليت نديهم، والصغار نخليهم عند عجوزتي كالعادة. واحد الخطرة كنت رحت وتم تفاجأت بواحد الحاجة غريبة صارت مع الكياسة. كنت تحممت وكملت، من بعد مشط شعري وقع كلش، نقيت هذيك المشطة وحطيت أعزكم الله هذاك الشعر غير تما في الكوانة، يعني ما درتوش في لابوبال. شفتها راحت رفداتو مور ما خرجت، ولكن استغربت وين داراتو. رحت طليت على لابوبال ما شفتوش مرمي تما، بدات الشكوك نتاعي حول هاد المرأة. مراها زدت جيت تانيك مع وليداتي، وتم كنت تأكدت من كامل الأفكار اللي كانوا يدوروا في راسي في هذاك النهار. لقيت المخلوقة بعد ما كملت التحميمة، لما هذاك اللي قعد داخل الحجرة تاع الحمام ليمته كامل ودارته داخل قرحة، والمشكل تبعتها صبتها دارته في الكابان تاعها. تم حكمتها، قلت له واش راكي ديري؟ قالت لي لا لا ما كاين والو، هاد الماء سحقيته برك. تفرفشت وجهها ولا صفر. ايا رحت لجارتي وحكيت لها كامل التفاصيل اللي كنت يعني شفتهم في هاد المرأة. خلعتني وشوكاتني بالحديث نتاعها، كانت قالت لي سمحي لي نسيت باش نخبرك بلي هاد المرأة راهي مسكونة، وهادوك الناس يطلبوا منها هاد الصوالح باش يعني يشربوه وحتى هما يتحموا به بيسكي يحبوا هاد الصوالح. المهم ما فهمتش كاع انا كلامها، كاع واش قالت لي رحت عاودت لعجوزتي، وكانت صدمة حياتي من عندهم. قالت لي اليوم ترفدي روحك وتروحي معايا للحمام وتوري لي هاد المرأة، بالك هي اللي راهي تسحر فيك. اسوبوا ما على بالكش بلي هاد الصوالح كامل يديروا بهم السحر والشعوذة. قلت لها انا والله ما على بالي، اون بليس هاد المرأة راهي عرفتني بها جارتكم، وانا في حياتي ما نعرفها ولا حتى ارتحت لها. قالت لي يلا يلا ما تضيعيليش من وقتي. رفدنا روحتينا ورحنا تلاقينا بهذيك المرأة تم، عجوزتي شعلت فيها وقعدت تعيط عليها في وسط الحمام. قالت لها شوفي للمرة الألف نقول لك ونعاود لك واش درتي بهذاك الماء والشعر نتاع عروستي، والله العظيم غير راني رايحة نباصيك، وديري في بالك مليح مليح بلي عندي معرفة قادرة عند لابوليس ندخلك للحبس نورمال. شفت فيها وبقات ترعش وخايفة، شدت عجوزتي من يديها وقالت لها سمحولي سمحولي انا خاطيني والله العظيم غير ما نعرف على هاد الشي، جارتكم هي اللي كانت تقول لي ديري هكذا ونعطيك دراهم، وكانت كل ما نجيب لها حاجة من تاع عروستك تخلصني بالملايين. المهم انا تم الدم مجمد في عروقي، ما عرفتش كامل وش ندير ولا حتى وش نهدر. طحت فوق واحد الكرسي كان تما، بديت نبكي. عجوزتي شدتني وقالت لي ما تقلقيش باذن الله ما يكون غير الخير، ربي كبير الحمد لله اللي اكتشفناهم قبل فوات الاوان، وانتي كنتي تحوسي تطلقي هاي ليك وعلاش. المهم شدتها من يدها وقعدتها فوق الكرسي وقعدت تحكي كامل الصوالح اللي كانت توصيها عليهم جارتنا الله اللي تربحها. وليت لداري وانا شبه ميتة، قعدت نفكر غير وهاد الجارة اللي كنت دايرتها كي شغل اختي علاش دارت لي كيما هكذا، كنت نحكي لها كامل اسراري بالمليحة والشينة. غدرت بيا وضربتني بموس في ظهري، وهذا كامل لازم نعرفو علاش. ولينا وقعدنا دايرين واحد الرينيون في الدار غير ما تأمنوش، تحسبوا باللي كاش ما حاجة كبيرة وصرات. دخل راجلي كنا حكينا له كل شيء وفهمناه باللي هاد المشاكل اللي راهم يصراو كامل من السحر، لازم نسعفوا بعضنا حتى كل حاجة تنفسخ. قعدت نتبع في الرقية الشرعية وما حبستهاش أبدا، حالتي مع راجلي تحسنت بالعقل بالعقل ووليت لطبيعتي. نولي لكم الجارتي الغدارة، في النهار هذاك كي عرفنا هذيك الحقيقة ما رحنا قابلناها ما هدرنا والو، ممكن تكون هي ظالمة وممكن ثانيك تكون مظلومة، بصح أنا وكلت ربي سبحانه عليها بسك أغلب الظن فيها هاد الشوفات. وتانيك كي بديت نتكاكا مع راسي ونتفكر في كامل السوفونير معاها، تأكدت باللي الصح كامل وش كان يصرى هي السبب نتاعو. نحكي لكم على طريقة الموت نتاعها، راكم رايحين كامل تتخلعوا. جارتي كانت واحد المرة طاحت مريضة بزاف، وحنا كنا نسمعوا الخبر غير من عند جيران واحد اخرين. كانت لقات عندها سرطان الثدي وكان تطور في جسمها، وتانيك بدا ياكل فيها غير بالعقل بالعقل. تعذبت وقعدت اكثر من عام ونص وهي طريحة الفراش، ولادها يخدموا فيها وتانيك عرايسها رماوها وما حبوش ما بايجوا يطلعوا عليها. المهم هذه هي جزاء الانسان الظالم،
والساحر، انا ما رانيش سامحت لها، والحاجه اللي عملتها نتمنى من ربي سبحانه يخلصها يوم القيامه اضعافا مضاعفه. وتانيك نصيحتي، ردوا بالكم تديروا ثقه في اي وحده، سوى جارتك حتى ولو تكون اختك اللي جابتها يماك. الدنيا والوقت اللي رانا فيه ما يرحمش يا ناس. ادوا العبره من قصتي، والسلام عليكم. ونشكرك اختي فريال على القصص نتاعك التوعويين اللي راكيت نفعينا ونتونسوا بهم. الله يسلمك حبيبتي. نتمنى منكم البنات تكون يعني القصه تاع اليوم اديتوا منها عبره وتوعيه. نتلاقاو دائما في قصه جديده على 9 تاع الليل. تهلاو في رواحتكم، تهلاو في وليداتكم. سلام.